مثل ما انت شايفين حاليا لكثرة الاستجوابات حاليا في الوقت الضائع وفي آخر عمر مجلس الأمة، وهذا تكسب انتخابي واضح. يعني وينكم الاستجوابات في السابق؟ شمعنا الآن؟ شمعنا في نهاية عمر مجلس الأمة؟ لا، وقت الميزانيات، يعني حتى تعطيل الميزانيات هم السبب فيها حاليا. فالكل واضح للشارع الكويتي أن الهدف من هذه الاستجوابات في الوقت الضائع هي تكسب انتخابي فقط. أنا أمثل الوضع حاليا مثل فريقين كرة قدم، فريق فايز 10-0، الفريق الثاني المغلوب 10-0، في آخر 5 دقائق يبدل دفاع، يبدل جولشي، طيب بدل هجوم عشان تلحق، يعني بالخمس دقائق يحاول يغطي. ما يمديك، أنت مغلوب 10-0. هذا ينطبق علينا في مجلس الأمة حاليا، أنت في الوقت الضايع حاليا وتقدم استجوابات، إيش راح توصل له؟ يعني ما في نتيجة. يعني استجواب الأخير لوزير الداخلية يعني حظى بثقة نواب الأمة، 35 نائب أعطوا الثقة لوزير الداخلية. تروح ثاني يوم وتقدم استجواب لوزير الداخلية، وكذلك استجوابات رئيس وزراء. يعني أنت الآن يعني كلمة نائب الأمير، يعني لما ألقى كلمة المفترض الكل نواب الأمة يحترمون كلمة نائب الأمير، وإحنا كلنا الأغلبية قلنا سمعنا وطاعة يا نائب سمو الأمير، المفروض نسمع هذه الكلمة. ولكن الآن كأن الجماعة الآن بيعاندون نائب سمو الأمير، لكن هذه أقلية. إحنا نوجه للكل، الأغلبية مع احترام كلمة نائب سمو الأمير، الأغلبية قالت كلمتها سمعا وطاعة لكلمة نائب سمو الأمير، لكن البعض للأسف الشديد راح لتكسب انتخابي، وهذا لا يمكن يحصل ولا يمكن يقبله نواب الأمة بهذه الطريقة. لكن الشارع الكويتي يعرف أنها فقط لتكسبات انتخابية.